هاي ماي دير، معاكم اسامه الحكيم من قناتكم كويك انجلش نوتس. يا رب تكونوا في صحه وفي احسن حال. النهارده هنكمل في سلسله say and don't say. في سلسله say and don't say احنا بنحاول نصحح الاخطاء الشائعه او الاخطاء المتداوله كتير. انا مش بقول لك اتكلم امريكان انجلش ولا بقول لك اتكلم اكسنت معينه، انا بتعلم الانجليش. we learn english to communicate، احنا بنتعلم الانجليزيه علشان خاطر نتواصل، واهم حاجه في النهايه ان احنا نتكلم good english and good pronunciation. معايا بقى في الكلمه دي اللي بتتنطق بصوره خاطئه هي اسمها properties properties properties، بس مش properties. the second one comfort comfort comfort، ما اسمهاش comfort، اسمها comfort comfort. وممكن انطق الار بصورة خفية تبقى comfort comfort، اللي هي معناها راحة. والكلمة دي اسمها comfortable 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 comfortable، ما اسمهاش comfortable comfortable comfortable، اللي هي مريح. لما تكون قاعد على الانترنت وتقول انا هعمل، انا داخل اعمل سيرش، ما اسمهاش سيرش، اسمها سيرش 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 سيرش، means يبحث سيرش. اوكي، والكلمة دي اسمها ريسيرش ريسيرش ريسيرش. سامع انا بقول ايه؟ ريسيرش، يبقى سيرش ريسيرش. في النهاية يا رب أكون قدرت أفيدكم، واللي استفاد يا ريت لايك شير، واللي أي طلب يكتبه في الكومنتس وأنا إن شاء الله هعمله. Thank you for watching and goodbye.